جايز كيفكم اليوم؟ الفيديو حلعب جراني باربي. طبعا اليوم اول مرة بلعب جراني باربي، اول مرة بسوي هاي جراني باربي، غريبة كتير. صاروا يعملوا جراني باربي، صاروا يعملوا جراني سبايدر مان، صاروا يعملوا كل الجراني وجراني سبونج بوب. بضلها هذيك اصلية بس لازم اجربها، يعني قلت ما جربتها فخليني اصور عشان تشوفوا معي. واللي حبها ينزلها اسمها جراني باربي، تمام. وهي صورة اللعبة احط لكم اياها، هاي هيك صورة اللعبة زي هاي الصورة، تمام. هلا بسم الله نبدأ اللعب. بسم الله، صراحة انا ما حتحرك من مكاني، ما بعرف اذا مسكتني ما مسكتني من اول مرة فتحت الباب وانا ما عملت شيء. يعني ثابت، سمعين الصوت؟ علو شوي عشان تسمعوا، كتير الصوت مرعب بس شكلها يعني اوفر، تشبهها يعني كتير. بس حاطه مكياج ولابسه بينك وكل بيتها بينك، يعني هي قرابة تروح. طب ما لها دقرة، عندي فكرة تخبي تحت الدخل عشان ابدا ما تحاول تمسكني. تمام، عرفتوا كيف؟ يعني انا ما بدي اياها تمسكني عشان اضل اواصل اللعبة، وعادي لو مسكتني حنضلنا نواصل اللعبة لعبل ما نخلص من جراني باربي. هلا حشوف اذا راحت ولا لا. بسم الله، ليش بتضلها واقفة هون؟ يا الله متى بدها تروح؟ يا الله شو رأيكم نقوي قلبنا ونروح؟ انا حريص. طب اول شي حعرفكم على حالي، اسمي روز، صفي رابع، يعني عمري 10 سنين، و بس اسمي روز صفي رابع، تمام. يلا بعدين انتي ما بتروحي؟ انا عندي فكرة، سكر الباب وجهها، ايوه هيك عشان نضلنا وما نركمش. هندور هون، شوفي ما في شي، نسكرها هون، ما في شي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوي وحنطلع نشوف شمالها، شوف اللوحة مش فاهميتها صراحة، كأني فاهمة انه هاي تراب، هيك هاي هيك تراب. شوفي رسائل في عليها قلوب حب، لون السقف زهري، صورتها او ماي جاد باربي، جد باربي اخيرا حلت عن وجهنا. اوكي شو رأيكم انزل اطلع فوق نستكشف؟ شوفي فوق، لازم نحاول نستكشف كل بيتها ونعرف كيف بدنا نهرب وكيف الأشياء الموجودة عندها بالبيت. المهم بنفتح مكتوب كلمات الروسي بس أنا ما بعرف كثير، يعني هلا إحنا تخبينا بالصندوق لأنه حسيت حسيت سمعت صوت هيك يعني. طيب هون ما في إشي نستكشفه غير هاي، هاي ما بقدر افوت فيها، يمكن اللي بيلعب اللعبة لازم هيك يعمل صح، اللي بيكون باللعبة عفوا. هلا حننزل هون، ما بعرف ايش هذا، حمام. بسم الله الرحمن الرحيم، هبط قلبي. بدنا نقوم، اوكي شو هذا البانيو فيه؟ ما في شيء، كود مكتوب، كود شو يعني بالروسي؟ كل شيء مكتوب بالروسي. انا مش هيك نضلنا هون عشان ما نتأكد انه جراني الباربي ما حتيجي عنا، عشان اذا اجت عنا يعني عشان ما تيجي، يعني زي ما عرفتوا عشان ما تيجي ونخسر من اولها. يعني احنا اول مرة خسرنا، لا ما خسرنا، نضلنا متواصل ان شاء الله ما اخسر ولا اشي، بس انا بدي احاول ادير بالي. هلا حنطلع، تمام احنا نطلع من الحمام. شوف وين موقع الحمام بالضبط. اها هذه مرة حنزل، بسرعة 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 بسرعة.